تغطية ما كان، كهرباء ما في، مي ما في بالمدة هاي، خبز ما في، يعني أحيانا بس كنا نطبخ رز بس. تمر أيام يعني بصير قتال ما بنلحق نجيب خبز، في ناس بتموت من سبب القتال، واقفين على أفران أو كذا بيجيب خبز، في ناس تموت. هاي أصعب مرحلة يعني مريت عليها، سيطرة داعش على الرقة بشكل كامل، ريف ومدينة، وبعدين صار يفرض قوانينه شوي شوي.